أعلنت وزارة العمل مسببات وجدوى تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، فيما أفصحت عن تخصيص هولندا 40 مليون يورو للنازحين العائدين لمناطقهم. ناقش وزير العمل عادل أروكابي مع السفير الهولندي لدى العراق ميشيل راتنر العديد من المحاور الأساسية التي تخدم الشباب، كالمنح الدراسية التي تقدم للطلاب العراقيين لاستكمال الدراسات في الخارج وأهميتها في تطوير مهارتهم وإيجاد فرص عمل تلبي طموحهم. وأوضح أروكابي أن وزارته ستشارك وزارة الداخلية والتخطيط والخارجية والهجرة في برنامج توفير فرص عمل للنازحين العائدين لمناطقهم وتشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات لا سيما الزراعة والصناعة دون الاعتماد على النفط.